احنا هنا كده على المركب وده تمثال الحرية قدامنا اهو. الصورة مش بحاول اقربها اكتر من كده. جيمي ازيك؟ الصورة دي ليك انتي، تمثال الحرية. دي الجزيرة اللي عليها التمثال، تمثال ما عليه الشعلة من فوق. مظنش احنا ممكن نقرب اكتر من كده. التمثال منظره جميل جدا. ده المركب، دي الناس اللي حوالين التمثال. دي جزيرة منحاسن، ادي كل حاجة حول التمثال. دي نيو جيرسي، دي منهاتن، دي جزيرة، وادي جزيرة عليها التمثال نفسه، وده الناس اللي هي على التمثال او جنب التمثال. احنا ممكن نستقر جوه المركب من هنا، وده مركب سياحية. من هنا الناس كلها مجموعة من السياح في كل حتة. أنا بحاول أقرب أكتر شوية من التمثال. التمثال أنا هنا جو شوية، جو برد، برد أوي 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 أوي. التمثال الحرية دي نيو جيرسي تاني. الجو فعلا برد، الجو هنا دي بدأت تتلج. النهاردة 17 ابريل 2010، وهنا في نيويورك تمثال الحرية قدامي. دي منهاتن. حاول اقرب اكتر من كده. ماركو وبرنت كانوا معايا نفتح شوية. اقرب حاجة ممكن اشوفها في السنة الحرية. هما زي فعلا بتتحلق قلب المحيط. ده ظهر التمثال، الناس اللي جت بينا ورا ظهر التمثال. هينزل عند التمثال نفسه. في ناس هو ايه جوه التاج، ناس بتاع التمثال، بس للاسف التذاكر مش موجوده. تذاكر بعد حوالي اسبوعين، ما كانش عندي وقت. يلا ما فيش مشكله، ممكن المره الجايه اكون انا هنا انا وجيمي، ممكن الاولاد لو في اولاد وقتها. اوكي قبل الكاميرا دلوقتي. Hey Jimmy, just want to say hi. I wish you were here with me. But maybe other times we can go here together. We can come here together. Okay, baby. I love you. Bye.